وفي ماليزيا تم الكشف عن إحباط مخطط إرهابي كان موجه ضد العاهل السعودي، ورئيس الشرطة الماليزية قال إن المخطط الإرهابي ده وراه 7 أشخاص تم القبض عليهم، من بينهم 4 يمنيين، وإن المعتقلين 7 مشتبه إن هم على صلة بتنظيم داعش. نتابع. خلال زيارته إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، نجحت الشرطة الماليزية في إحباط مخطط إرهابي كان موجه ضد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال محطته الأولى بجولته الآسيوية التي وصفت بتاريخية وتشمل 7 دول بينهم ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين. رئيس الشرطة الماليزية خالد أبو بكر صرح أن المخطط الإرهابي ضد العاهل السعودي كان وراءه 7 أشخاص بينهم 4 يمنيين ألقت السلطات القبض عليهم في 26 فبراير يوم وصول الملك السعودي لكوالالمبور، موضحا أن المعتقلين 7 يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي. لتكلل زيارة العاهل السعودي للعاصمة الماليزية بنجاح، خاصة بعد توقيع عدد من الاتفاقات والإعلان عن خطط لاستثمار سعودي بقيمة 7 مليارات دولار في مشروع لبناء مصفاة نفطية ضخمة جنوب ماليزيا. جولة آسيوية رفعت علنا شعار الدبلوماسية وحملت في طيتها توسيع نفوذ المملكة المذهبية خارج الإقليم العربي والشرق الأوسطي متجهة نحو محيطها الآسيوي لمواجهة النفوذ الشيعي الذي أصبح يتمدد في المنطقة بقيادة إيران خاصة، وأن الجولة بدأت بدول إسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا.